بنعشه يشيع إلى مثواه الأخير. هكذا انتهى الحال بالناشط العراقي البارز إيهاب الوزني. اغتيل الوزني أمام منزله في محافظة كربلاء بمسدس كاتم للصوت. خيوط الجريمة وشواهدها تحوم ثم تنتهي عند عنوان واحد: مسلحون مجهولون. ولا يبدو أن قصة العراقيين مع كواتم الصوت ستنتهي قريبا، إذ ما انفكت قائمة النشطاء الذين استهدفوا تزداد كل يوم. كنا بالساحة. نعم. كان نلعب هد. طلعنا غنين نسولف دائما نطلع أنا وياه ورائد وصالح ناكل شوية نسولف ونضحك. كل من يروح البيت. أوام خطأ اليوم من دون يوم يقول أنا اليوم شوية مرتاح ما شبيه. شغل سيارته. راح خابرني رائد قال لي هابي تويش. ما أدري فجأتهم. أيد عن الموضوع ما أدري شلون صار. مش مالي يعني على ولاية طب. أمن منطقة. وين بعد؟ خلق اغتيال الوزن حالة من الغليان والتوتر الشعبي خلال تشييع جثمانه، وغضبا وصل مداه إلى النجف وواسط إضافة إلى كربلاء. العشرات من المحتجين عبروا عن سخطهم بقطع طرق رئيسية بالإطارات المشتعلة، وتوعدوا بمزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة. يريد الناقمون على اغتيال الوزن الكشف عن المتورطين في عملية الاغتيال هذه وكل من تلطخت يداه بدماء ثورة تشرين. وورد أيضا أن شبانا سيلتحقون في الساعات المقبلة للخروج بتظاهرات حاشدة في الكوت تنديدا بعمليات التصفية التي تستهدف ناشطي الحراك في مناطق مختلفة من العراق. إزاء ذلك استنفرت شرطة كربلاء جهودها وانتشرت في الأرجاء بحثا عن مرتكبي جريمة، كما شكلت فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في حادثة الاغتيال وفق بيان أصدرته. تصفية الوزن تعيد إلى الأذهان ما تعرضت له جماعات الحراك من هجمات منسقة من قبيل عمليات القتل والاختطاف والتعذيب عقب اندلاع ما يعرف بانتفاضة تشرين في العام 2019 والأشهر التي تلتها من دون الإعلان عن الجاني ولو لمرة واحدة. كل ذلك يسلط الضوء مجدداً وفق مراقبين على فوضى تكشف ضعف الأجهزة الأمنية ودورها في حماية المواطنين من اغتيالات مستمرة على يد أصحاب البنادق المأجورة.